والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم العاشر من شهر سبتمبر لعام 2023 نكون بفضل الله عز وجل بافتتاح مسجد رشا بدر السالم. مسجد رشا بدر السالم إشراف بيت الزكاة في دولة الكويت، تنفيذ جمعية الضياء في غانا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من رشا بدر السالم هذا المسجد وأن يبني لها بيتا في الجنة. اللهم تقبل من رشا بدر السالم، اللهم تقبل منها هذا المسجد يا رب العالمين، اللهم اجعله في موازين حسناتها يوم القيامة، اللهم ارزقها ببيت في الجنة. اللهم كما بنت هذا البيت لك في هذه الأرض فابني لها بيتا في الجنة. اللهم اخلف عليها بخير في أولادها وأموالها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. للأيتام حقوق الدين، عهدك بالقرآن متين، اعطي السائل والمسكين، فالله تعالى اعطاك، اترك اثرا في دنياك، اثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك، ازرع خيرا تجني خيرا، من قلبك رسمته يداك، اترك اثرا